المشهد الأخير كان الحضور للسيد رئيس الجمهورية، الحضور لأسماء على مستوى المسؤولية في مصر في مسجد المشير لوداع المشير. حان الرحيل، ولكن ليس في صمت كما اعتدت أن تحيا. عهدناك هكذا وقورا قليل الكلام، تحمل على أكتافك تاريخا شاهدا لك لا عليك. 85 ربيعة عشتها تتقلب بين عواصف الحياة، مقاتلا جسورا، قائدا حكيما، منقذا أمينا، حتى أذن لك أن تغيب جسدا وتبقى ذكرى مدونة في تاريخ الأمة. فمن المسجد الذي يحمل اسمه المشير طنطاوي شيع جثمانه إلى مثواه الأخير في جنازة عسكرية مهيبة تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة. أطلقنا اسم المشير حسين طنطاوي على قاعدة الهيكستيب العسكرية، يعني تقديرا واحتراما لدور هذا الرجل العظيم في تاريخ مصر. هو محمد حسين طنطاوي، نوبي الأصل، قاهري المنشأ في حي عبدين بسيدة زينب. ولد عام 1935 وتخرج في الكلية الحربية عام 1956 ثم كلية القادة والأركان، ليخوض 5 حروب بداية من العدوان الثلاثي إلى حرب الخليج. تقلد المناصب العسكرية كملحق عسكري بباكستان عام 75، ومن ثم شغل عددا من المناصب المهمة في القوات المسلحة، وفي عام 91 عين وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. وفي عام 2011 تجلى معدن الرجل النفيس الذي تصدى لكل الضربات والاضطرابات التي عصفت بالبلاد، إلى أن سلم السلطة بنهاية عام 2012 موفيا بوعوده للشعب المصري. خدوا بالكم على مصر. ظلت حياة المشير طنطاوي بمنأى عن الأضواء، وبدأ يتردد ظهوره في المناسبات الخاصة من حين إلى آخر، إلى أن خفت ظهوره بعد صراعه مع المرض، حتى فارق الحياة تاركا سيرة ومسيرة في أهم حقب مصر التاريخية. أحمد عبده، MBC مصر.